منذ ساعات الفجر الأولى شق عشرات آلاف الفلسطينيين نهارهم بالتوجه إلى الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل. قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين إلى مدينة القدس، حيث سمحت للرجال ممن تزيد أعمارهم على 55 عاما من بلوغ المدينة والأطفال دون سن 12. شعور طبعا جميل طبعا ان نصل المسجد الاقصى ونصلي فيه ونضل حتى نصلي الظهر والعصر، وان شاء الله ناويين صلاه التراويح كمان في هذا المسجد، لان هي فرصه هاي ان نصل لها الموصل للمسجد الاقصى هذا اليوم حتى نصلي فيه جميع الصلوات. ولم تكتمل الفرحة بالنسبة لآلاف الفلسطينيين الذين عادوا أدراجهم جراء منعهم من قبل الاحتلال الذي أحال وصولهم للقدس في وقت ينتظر فيه أهالي الضفة الغربية شهر رمضان كل عام لزيارة مدينتهم. أني تخفيفات معلش، الحين جايين ماشي هالإيد من جنب القنصلية، بساطة عنا تبنزلوا عند القنصلية أو بنزلوك عند الهاد وبيجيكم بيجي المشي، اللي بيقدر يمشي واللي بيقدر يمشي، كل إنسان وذو درته. أنا مسوي جريعة عمليات تنتين وبقدر أمشي، غيري بيقدرش يمشي. يعني الظروف اليوم صعبة شوية، أما الحمد لله اللي بنقدر نجي على الأقصى هم إيش ونعمل بيت الله عز وجل. والله شعور جميل جدا، احنا بنشتاق كثير لايام رمضان وايام الجمعه بالاخص لرمضان، يعني بكون الحمد لله الاقصى يعني مليان من جميع الضفه والقدس وال48 بتكون جامعه الكل، وهذا إشي جميل جدا الواحد بنفسه لما يشوف الاقصى مليان وكل الشعب الفلسطيني في قلب الاقصى. جيش الاحتلال حول مدينة القدس إلى أشبه بثكنة عسكرية محكمة حين نصب حواجزه في كل حدب وصوب من المدينة ودفع بتعزيزات عسكرية وأعلن حالة التأهب والاستنفار في صفوف قواته. حديث الاحتلال عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك ما هو إلا قناع يخفي خلفه وجهه القبيح أمام العالم، لكن إجراءاته على الأرض تشي عكس ذلك. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.